يا مرحبا وسهلا بالجميع. متواجدين اليوم في عمان افنيوز مول، حيث يدشن بنك العز الاسلامي برنامج العز جونيور للاطفال اقل من 15 سنه. هذا البرنامج يعزز ويغرس فيهم ثقافة الادخار ويؤمن مستقبلهم المالي. في هذا الفيديو ومن خلال ضيوفنا راح نتعرف على الامتيازات والخيارات اللي يطرحها هذا البرنامج. والله فكرة الفعالية ان كنا نسوي فعاليات للاطفال مع تدشين برنامج العز جونيور، والفكرة انه يكون عندنا فعاليات لمختلف الفئات العمرية، وكل الفعاليات اللي سويناهن هي فعاليات تعليمية، وتعاوننا مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة عمانية، وهذا شيء نفتخر فيه. وبما انه هو الحين اجازة الصيف قلنا نسوي شيء حل الاطفال لان هم اصحاب العز جونيور، قلنا نفرحهم. برنامج العز جونيور هو برنامج مصمم بأحدث المعايير للإدخار للأطفال، وكذلك بأحدث المعايير التعليمية للأطفال، بحيث أنه الأب اليوم يقدر يدخر لطفله لفترة طويلة لحد 15 سنة، ما يوصل عمر الطفل 15 سنة، ويحصل كذلك على برنامج تكافلي، ويحصل كذلك على تخفيض في بعض المؤسسات الخاصة، المدارس الخاصة للطفل عن طريق بنك العز، وممكن انك انت تدخر وتحصل على ارباح. برنامج العز جونيور يعلم دائما المجتمع انه كيف ندخر لابنائنا. الطفل نفسه راح يتعلم معنى الادخار في المستقبل. باقة العز جونيور هي افضل هدية ممكن يقدمها الاباء الى ابنائهم. توجه إلى أقرب فرع من فروع بنك العز الإسلامي لفتح الحساب أو الاستفسار عن الميزات التي يقدمها الحساب.